السلام عليكم حبيباتي، اهلا وسهلا بكم في القناه تاعي ظاليما كويزين. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير بصحه جيده ان شاء الله. حبيبه قلبي، اليوم حبيبه قلبي جبت لكم البريوش قطني بالكريمه تاع الباتيسري مع لي بيبيت شوكولا. هنا حبيباتي عندي نص مغرفه تاع لاتاي تاع الملح، يعني نتوما ديروا على حسب كيفاش تحبوا. هنايا عندي كاس تاع حليب دافي، هنا عندي حبه تاع مبشور تاع الليمون، مغرفه تاع قهوه الفانيليا، مغرفه تاع العشاء خميره الخبز، يعني تاع اللي نديرو باش يطلع لنا الخبز تاعنا. وهنا عندي 6 مغارف تاع سكر، وعندي 3 بياض بيض، وعندي 6 مغارف تاع زيت يعني سكر حبيبات. وهنا عندي زعفران، قيس يا ربي هكاك مغرفة ماشي مغرفة، قيس هكاك حبة تاع العدس تاع زعفران باش لونو البريوش تاعنا. درت الحليب ونزيد الخميرة ونزيد السكر حبيبات اللي هما 6 مغارف تاع العشاء، ونزيد الفانيليا مغرفة تاع قهوة، ومبشور تاع حبة قارص. يعني هاد البريوش بلاد ليك. وهنايا ندير شويه زعفران، قيس هكاك حبه عدس ابيبري، عطيت لكم هكا ما تقدروش تشوفوا بيا في الكاميرا شويه برك باسكو يلون. هاد الباكيه تاع زعفران يتباعوا ب 1000 فرانك الواحد. وهنا نزيد 3 بياض بيض و 6 مغارف تاع عشاء تاع الزيت. دوك نخلطهم بسباتولا ولا بالفوي، يعني هاد البريوش قلت لكم ما يسحقش دليك، يجيكم ساهل. وشنو خلطوا تخي بيان، وعلاه؟ باش هذاك الزيت والحليب والبياض بيض يتجانسوا بعضهم بعض. وعلاش؟ لو كان هذاك الزيت يكون من الفوق هذاك البريوش ما يجيكمش بيان، لازم يجيكم كاع مخلط كيف كيف. وهنا نزيد الملح، انا درت نص مغرفه تاع لاتاي، ولي محبين يعني الملح باش يجيهم سوا سوا تقدروا ديروا مغرفه تاع لاتاي سوا سوا. انا درت غير النص. هنا درت كاس تاع فارينا، وراني نوجد الثاني راني نعمر فيه. هاي ليك نفرغ كاس الثاني ونخلط بسباتولا. يعني هاد البريوش ساهل مليح مع رمضان مع السهره ولا مع السحور. لي ما يسحرش بالماكله يسحر بالبريوش ولا بالقهوه، كل واحد كيفاه. ونخلط مليح ونزيد كاس ثالث. ونزيد تاني نخلط مليح بسباتولا. هاي ليك راكو تشوفوا لاباط ملساء، هذا هو النجاح تاع البريوش. وهاد الكاس الرابع ما نديروش على الضربة، تدريجيا غير بالعقل نفرغ شوية ونخلط. هاي ليك دوك نزيد نفرغو كاع هداك الكاس الرابع. دوك نكمل بيدي باسكو سباتولا ما تقدرش تطم مهما يكون. دوك راني نطم فليكوتي، مازالها راهي تتلاصق هاكو تشوفوا فيها. وهنايا حنزيد زوج مغارف تاع العشاء تاع فارينا، درنا 4 كيسان تاع فارينا وزوج مغارف تاع العشاء، هكذا تجيكم سوا سوا برك مليحه. وانا درت لافارين سيم، يعني نعطي لكم كاع لي ديتاي هكذا. نمسح كاع الحواف باش ما تروحليش هذيك لاباط، نطميها للوسط. هاي ليك راهي تتلاصق شويه، مي ماشي كيما مقبيله، لازم هكا تكون لكم لاباط تاعكم باش تجيكم خفيفه كي القطن. دوك ندردر فوق البلون دو طرافاي شويه فارينا، ونحط لاباط تاعي نحيها من الطبسي.
وندلكها شويه برك، يعني ماشي دليك، هذه باش برك تنطم. اكو تشوفوا فيها راهي تلسخير شويه ابان هكا باش تخرج لكم يعني بريوش قطني. دوك ندير شويه فرينه في الطبس تاعي ونحط لاباط تاعي حتى وين تخمر، نغطيها بالفيم اليمونتير. وهنا حبيبه قلبي نجوز لا كريم باتيسير تاعي. هنا عندي كاس تاع الحليب ناقص اصبع وزوج صفار بيض، هاي ليك، ونزيد زوج مغارف يعني ممسوحين ماشي معمرين، سينو تجيكم لا كريم باتيسير تاعكم ثقيله. زوج مغارف تاع عشاء ممسوحين تاع المايزينا، وهنا زوج مغارف تاع العشاء تاع سكر حبيبات. ونخلط بالفوي، نخلط تخي تخي بيان، لازم تخلطوا بيان باسكو المايزينا تهبط لكم في الكاسرونه في القاع، لازم تخلطوها مليح 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 بالفوي باش نحطها فوق النار. كي تبدا تتماسك لي نولي نحيها فوق النار، نحطها فوق لو بلون طرافاي ونبدا نخلط ونزيد لها مغرفه تاع قهوه تاع الفانيليا ونخلط تانيت. ودوكا نحيها في هاد الكاسرولة، نحطها في دون ان ريسيبيون صغير ونغطيها بلو فيلم اليمونتير اون كونتاكت، يعني هذاك لو فيلم نحطو سوا سوا مع لا كريم باتيسير باش ما يديلناش قطرات تاع البخار. مايليك هنا بعد ساعة هاي خمرت لي لاباط تاع البريوش تاعي، بعد ما خمرت دوك ندردر شويه فرينه فوق لو بلون دو طرافاي ونحي العجينه نحطها فوق الطابله باش نبداو نخدموها ان شاء الله. راكو تشوفوا لاباط ليس كي اللي عجناها، هاي ليك شتوها يعني ما شاء الله، شوفوا كيفاش جات القوام تاعها صلاه نبي. دردرت شويه فرينه باش نقدر نعاون روحي كيفاش نروليها باش ومن بعد نقسمها. نزيد شويه نستعين شويه فرينه هكذا، هذا دوكا ما رانيش نعجن فيها يعني، راني غير نروليها باش نديها حربوش باش نقسمها على 8 ليبولات. عيني ميزاني بلا الميزان نقسمها قبل على زوج ومن بعد على أربعة ومن بعد على 8. هاملك عيني ميزاني. دوك نبدا نلوزهم يعني نديرهم دي بول، نديرهم بولات، نكورهم هكذا باش تجيني لاباط ليس. وندردر فوق لو بلون طرافا شويه فرينه باش نحط هذوك لي بولات مش ما يتلصقوليش فوق الطابله. هنا بعد ما لوزتهم جزت عليهم 5 دقائق باش ارتاحوا لي، باش هذاك الجليتان كي نبدا نبسطهم يعني ما يبداش يولي لي هذيك لاباط، باش تجيني سهله كي نبدا نبسطها باصابع تاع يديا. وهنا عندي السنيوه تاعي حطيت لها بابي كويسون، واللي ما عندهاش بابي كويسون تقدر تدردر هنايا شويه فرينه. وهنا عندي صفار بيض، مغرفه تاع العشاء تاع الخل، مغرفه تاع قهوه تاع الزيت، وزدت شويه تاع الملون يعني زعفرانه قيسك هيك حبه تاع العدس سابي بري. راني نعطي لكم باسكو في الكاميرا ما حش يبان لكم شحال هكذا. وخلطهم تري تري بيان باش ندهن باش ندير بها لا دوغيغ تاعي. ونبدا في البوله الاولانيه كاع نبدا نبسطها بالاصابع تاع يديا غير في الوسط، هاي ليك يتشبه كيما لي بيتزا، هادوك لي ميني بيتزا ناكلوهم انديفيديوال هكذا غير بالاصابع برك غير في الوسط. ندير شويه فرينه نسيي نعبز عليه هكا بالكاس باش يعاونني باش نكبر هذيك الوسطانيه باش نحشيها ومن بعد بالكريمه، هاي ليك، ولا بالكاس تاع لاتاي
دورو هكا ساير داير في الوسط، ماشي بسي في كاس كبير. نحطها فوق السنيوه تاعي اللي فيها بابي كويسون، هاي ليك، ونزيد الثانيه هكذا حتى نكملهم كاع. بريوش الله الله، ان شاء الله يعجبكم. ماذا بيا نشوف الدعم تاعكم والتعليقات هايلين كيما نتوما، وفعلوا زر الجرس باش يبقى وصل لكم لي فيديو توعي حبيبه قلبي، باش تقبل القناه تاعنا تاع دالي ما كويزين، ماشي تاعي وحدي، انا وياكم، باش من المزيد من الوصفات ان شاء الله يا ربي. هكذا هاكو تشوفوا، نزيد نحطها قدام اختها ونكملهم كيما راهم. هايليك، فوالا، ان شاء الله راكو فهمتوا، يعني الفيديو راه يوضح الشكل تاعو كيفاش راني نبسط بالاصابع تاوعي. دوك نجيب الكريمه تاعي، نحي لها لو فيلم اليمونتير، ونبدا نخلطها بالمغرفه، يعني باش ما تكونليش كتله هكاك وحده، باسكو ملي خدمتها غطيتها قعدت لي هكاك. دوك نخلطها غير بالمغرفه، راهي دوكا بردت لي وخليتها غير في الكوزينه، ما حطيتهاش في الفريجيدير. هاي ليك، دوك هاد الكريمه لازم عيني ميزاني، نقسمها على زوج ومن بعد على 8. هاي ليك كيفاش راني ندير باش نتوما تاني تفهموا كيفاش تقسموا. هاي ليك على 4، ومن بعد نزيد هكا البرج الاخر على زوج، صافي تولي لي على 8 على حساب الحبيبات تاع البريوش. نحط هذيك الكريمه في الوسط، هاي ليك. نتوما دوكا حبيبات قلبي، ولا حبيتو تزيدوا لي بيبي شوكولا دركا هكا فوق هاد لا كريم باتيسيير، سينو حتى نطيب لكم كاع البريوش، يعني ما اكتشفتها اليوم، كي يطيب لكم كاع هاد البريوش بعد ما تزينوه بصفار البيض طيبوه في الفور، نحيوهم هكاك سخونين وديروا لي بيبي شوكولا في الوسط. انا جاب لي ربي هكاك خير، ماشي كيما انا درت من قبل ومن بعد زدت لا دوزيام فوا سي ترو. هايليك جزت عليا راني نوريها لكم، مامي ليكم نتوما تاني. هكا دير لهم صفار هذاك تاع البيض مع الكريمه، بعد نقطعوهم هكا فليكوتي بالمقص. هايليك يجيكم كيما دورت الشمس، كيما نور تاع الشمس. هايليك نقطعوهم كاع هكا شابين خفاف، الله الله، شهيتكم في الجنه ان شاء الله حبيبه قلبي. هاي ليك هكذا ساير داير. وهنايا حندير لهم لي بيبي شوكولا، بصح انايا من بعد اكتشفت لو كان تقدروا ما ديروش دركا من قبل ما ديروهم في الفور، يعني خليوهم حتى يطيبوا كاع نديروا لهم لي بيبي شوكولا. انا دوكا درت لهم هكا بصح دابوا لي شويه، نتوما ديروا لهم خير كي تخرجوهم هكاك سخونين كيما هكا دركا، دير لهم لي بيبي شوكولا هما سخونين، ومن بعد نزيدو ندردرو لهم يعني سكر كلاصي باش يقعدو لكم هاكوك حبيبات، يعني ماشي دايبين شويه. دوك هنايا قطعت بابي سويتو درتو هكا دائري، درت زوج هامليك. دوك نحطهم فوق هادوك الشوكولا، هاي اللي كيفاش طويتهم ودرتهم هكا نص دائره، ومن بعد نحلها ونحطها فوق هادوك لي بيبي شوكولا، درت زوج، ونزيد ندير شويه سكر كلاصي وندردر من الفوق، يعني باش يتغطاو لي هادوك لي بيبي شوكولا حبيبات تاع الشوكولاته، باش ما يتغطاوليش بالسكر كلاصي. هكذا يجيكم هايل خفيف قطني شهي، قلت لكم مليح مع رمضان، ميم سيار ليام، وشنو في السهره هكا مليح، ولا مع السحور كاين لي ما ياكلوش ماكله يشربو هكا بالقهوه ولا بلاتاي هكا بالبريوش ولا واش اللي كتب ربي. هاد البريوش هايل بلا ما تعبوا روحكم.
غير بالمغرفة بسباتولا، وانتو ما درتو البريوش، يخرج لكم قطني يشهي خفيف وصفر للداخل. هاي ليك دوك نزيد نكمل الاخرين هكذا، نزيد تاني ندردر لهم حتى وين نكملهم كاع ان شاء الله، تشوفوهم في طبق التقديم ولا في طاولة التقديم. هنا رانا كملناهم، زيناهم سكر كلاصي، وزدت لهم شويه لي بيبي شوكولا من الفوق باش يبانوا لي هكاك حبيبات. هاوليك خرج لي ما شاء الله خفيف بلا ما نتعبوا روحنا، خلطتو غير بسباتولا. هاي ليك روعه. دوك نقسم لكم الحبه وتشوفوها لداخل كيفاه. هاليك دوك نقسم لكم الحبه باش تشوفوها لداخل بهذيك الكريمه والشوكولاته. شوفوا كيفاش هش خفيف. هاوليك الفيديو ينطق وحده. هاوليك شوفوا كيفاش جات هذيك الكريمه في الوسط، يعني ما كثرتلهاش بزاف بزاف. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله قطني. هاوليك شهيتكم في الجنه ان شاء الله. دوك ندوق معاكم هكا باش نشوف كيفاه خرج لي هكا. حبيبه قلبي ولا عجبكم الفيديو دعموني باللايكات تاعكم والتشجيعات تاعكم، وفعلوا زر الجرس باش يبقاو يصلكم لي فيديو توعي. بالصحه والراحه في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.